السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم متابعي قناة رمضان تيفي. خلال تبادله لأطراف الحديث مع مشاركة في مهرجان توكي ميزيك بيتش ليلة السبت 27 أغسطس 2022، لمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه سيتوجه إلى المغرب نهاية أكتوبر المقبل بعد انتهائه زيارته الرسمية للجزائر. ذهب الرئيس الفرنسي ليلة السبت 27 أغسطس 2022 إلى هذا المهرجان برفقة زوجته بريجيت بحسب العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، وتوقف الرئيس للحظات قليلة لتحية المشاركين في المهرجان والتقاط الصور معهم. وسئل الرئيس عن زيارته إلى الجزائر: كيف كانت زيارتك للجزائر؟ فرد الرئيس قائلا: رائعا، قبل أن يقاطعه شخصان آخران كما في المغرب والصحراء المغربية. أجاب إيمانويل ماكرون: سأذهب إلى المغرب في نهاية أكتوبر. مدام لابريزيدون، en plus on faisait avec Moulay Hassan donc vous êtes bien. L'Algérie ça a été comment? Formidable. Magnifique comme au Maroc. En plus au Maroc. Et le Sahara marocain. J'irai au Maroc. Je connais tous les problèmes qu'on a. Merci. Bonne soirée, bonne continuation. Madame la présidente. En plus, on faisait avec Moulay Hassan, donc vous êtes bien. L'Algérie, ça a été comment? Formidable. Magnifique, comme au Maroc. En plus, au Maroc. Et le Sahara marocain. J'irai au Maroc. Vous connaissez tous les problèmes. Ouais. Merci. Bonne soirée, bonne continuation. Madame la présidente. En plus, on faisait avec Moulay Hassan, donc vous êtes bien. L'Algérie, ça a été comment? Formidable. Magnifique, comme au Maroc. En plus, au Maroc. Et le Sahara marocain. J'irai au Maroc. Je connais tous les problèmes. Merci. Bonne soirée, bonne continuation. Madame la présidente. En plus, on faisait avec Moulay Hassan, donc vous êtes bien. L'Algérie, ça a été comment? Formidable. Magnifique, comme au Maroc. En plus, au Maroc. Et le Sahara marocain. J'irai au Maroc. Je connais tous les problèmes. Bonne continuation. Madame la présidente. En plus, on faisait avec Moulay Hassan, donc vous êtes bien. L'Algérie, ça a été comment? Formidable. Magnifique, comme au Maroc. En plus, au Maroc. Et le Sahara marocain. J'irai au Maroc. Je connais tous les problèmes. خلال تبادله لأطراف الحديث مع مشاركة في مهرجان توكي ميزيك بيتش ليلة السبت 27 أغسطس 2022، لمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه سيتوجه إلى المغرب نهاية أكتوبر المقبل بعد انتهائه زيارته الرسمية للجزائر. ذهب الرئيس الفرنسي ليلة السبت 27 أغسطس 2022 إلى هذا المهرجان برفقة زوجته بريجيت بحسب العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، وتوقف الرئيس للحظات قليلة لتحية المشاركين في المهرجان والتقاط الصور معهم. وسئل الرئيس عن زيارته إلى الجزائر: كيف كانت زيارتك للجزائر؟ فرد الرئيس قائلا: رائعا، قبل أن يقاطعه شخصان آخران كما في المغرب والصحراء المغربية. أجاب إيمانويل ماكرون: سأذهب إلى المغرب في نهاية أكتوبر. خلال تبادله لأطراف الحديث مع مشاركة في مهرجان توكي ميزيك بيتش ليلة السبت 27 أغسطس 2022، لمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه سيتوجه إلى المغرب نهاية أكتوبر المقبل بعد انتهائه زيارته الرسمية للجزائر. ذهب الرئيس الفرنسي ليلة السبت 27 أغسطس 2022 إلى هذا المهرجان برفقة زوجته بريجيت بحسب العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، وتوقف الرئيس للحظات قليلة لتحية المشاركين في المهرجان والتقاط الصور معهم. وسئل الرئيس عن زيارته إلى الجزائر: كيف كانت زيارتك للجزائر؟ فرد الرئيس قائلا: رائعا، قبل أن يقاطعه شخصان آخران كما في المغرب والصحراء المغربية. أجاب إيمانويل ماكرون: سأذهب إلى المغرب في نهاية أكتوبر. السلام عليكم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.